اروح منه اروح منه اروح المنطقة هذه منطقة في الحشاليف تعاني من كثير من المشاكل، ما عندهم حتى امتياز تحصلوا عليه. الناس تعاني من الكهرباء منعدمة، ما كانش، وكاين راكم تشوفوا الناس جايبة خيطان مسافات بعيدة، قنوات صرف المياه ما كانش، الماء ما عندناش، نعمروا سيتينا بحوالي 150 ألف الماء المالح ونزيدوا نشرو الماء الحلو اللي نشربوه اللي نستعملوه. رحنا للبلدية عدة مرات ما كانش، ولينا حنا نتحملوا المسؤولية ونجيبوا مرة في الشهر ولا نكرو كاميو ولا باش نعمروها وندوها نرموها. قنوات الصرف الصحي ما كانش عندنا، الناس كامل دايره مطامير المطموره، راكم تعرفوا الاخطار تاعها. احنا مع الناموس في الصيف بزاف اللي يطيح ويطيحوا فيها الاولاد والمشاكل. الاناره مادام ما كانش الضوء الاناره ما عندناش في الليل، تخرج في الليل ما تعرفش روحك وين راك. الطرقان راكم تشوفوا ما كانش عندنا طرق معبده، ما عندنا حتى شيء. ناشدوا في السلطات من رئيس البلديه رئيس الدائره، نقولوا ينظر في ذا المنطقه، هل الشعب راه يعاني، ما عنده حتى امتياز، ما استفاد حتى من شيء. احنا رانا في 2022 الكهرباء ما كانش، رغم قرب البلديه المنطقه هذه، وحنا منطقه من مناطق الظل وما رفدوناش. حنا كي يجي يقول لك رئيس الجمهوريه يقول لك 99% الناس عندها كهرباء، وحنا ما عندناش 1%. حنا نقدروا نقول 1% راه يبقى تاع بدو الرحل. الشاحنه داوها لبلاصه واحده اخرى، القنوات الصرف الصحي حسب المعلومات اللي يقول لك داوها حولوها ثاني. هذه المنطقه اللي هنا راهي محرومه، تقدر تقول من ادنى شروط الحياه، معناتها ادنى شروط الحياه من عاد ما فيها، من ناحيه الكهرباء، من ناحيه الغاز، من ناحيه الماء، من ناحية الطريق، من ناحية الصرف الصحي، من جميع النواحي، معناتها أدنى شروط الحياة، معناتها أدنى شروط الحياة اللي هي خلاص ما كانش فيها. لا بوبال نعانوا منها، أنا كنت نرفدها، أعوذ بالله من كلمة أنا. مدنا هذيك الشاحنة هذيك اللي عطاها لنا تاع لا بوبال ما استغليناهاش احنا. كان عندنا لهنا رئيس بلدية سابق، معناتها ما يسمعش. الرسالة تاعنا أن نناشد السلطات العليا هذه المعنية بالأمر، منها رئيس البلدية ورئيس الدائرة ولي ولاية شلف، يشوف فينا، يجيب لنا تريسينتي، يجيب لنا ماسينيسمو، يجيب لنا عفسة، يجيب لنا ينفعنا كيما نقولوا حنا. هي راه عندها قريب 12 سنة ولا 13 سنة، ما كان زيكو، ما كان تريسينتي، ما كان ماء، ما كان طرقات، ما كان والو. وهي في الاول جاو الصناقه هنا وجا جات المؤسسه هنا تاع الاخرين، وجا رئيس البلديه وجا شرف دايره، وعد الشعب هنا قال لهم بلي يا ودي ندير لكم ونسقد لكم، وكتبوا لي المناجم، والمناجم بعثنا الوثائق الرسميه تاع السكنه هنا اللي قال لك ندير لكم الطلبه تاعكم، ما تلبى حتى طلب. احنا نطلبوا من السلطه تاخذ الطلبه تاعنا بعين الاعتبار.